إذا مرة أخرى نرحب بالأستاذ أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا. حياك الله أخي الكريم. كنت قد سألتكم عن ما تقوم به القوات الحكومية، توثق جرائمها بنفسها كما تلاحظون، وعلى فتيان قاصرين كما جرى مع الفتى مؤخرا. كيف تقرؤون ما جرى أو فحوى هذا الفيديو؟ تحية لك أخي الكريم مرة أخرى والمشاهدين الكرام. حقيقة هذه المشاهد يصعب وصفها، وهي مشاهد تعكس جانبا مما يتعرض له الشعب العراقي والمتظاهرون بشكل خاص من قبل القوات الحكومية بمختلف مسلحاتها. الجميع يتعامل مع طبيعة تعامل هذه القوات، هي التعامل الذي رأينا جانبا منه من خلال هذا المقطع الذي هو حقيقة لا يمكن وصفه، ونحتاج إلى مفردات جديدة تسعفنا لوصف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها بحق المواطن العراقي ولا سيما المتظاهرون. وهنا يعني لا يمكن إلا أن أقول إن الكلام الذي ورد في المقطع المسجل هو يصف صاحبه، لأن الكلام صفة المتكلم، ولك وللمشاهدين أن يتخيلوا البيئة التي جاء منها هؤلاء الذين ارتدوا الزي العسكري وحملوا السلاح باعتبار أنهم أشخاص معنيون بإنفاذ القانون. لكن ما يحصل في العراق اليوم، كل المفاهيم قد انقلبت. نعم. على الجميع اليوم أن يقف وقفة حاسمة أمام ما يجري في العراق من انتهاكات بحق أناس عزل مسالمين، بحق قاصرين، بحق أطفال. هذا الذي يجري، والموضوع من الذي يجب أن يقف سيد أيمن، طالما أن هذا الفيديو وغيره من الانتهاكات تؤكد أن السلطات الحكومية لا تلقي بالا لتنفيذ القانون أو إنصاف الناس أو تحقيق العدالة الاجتماعية؟ بالمطلق أخي الكريم، السجل الحافل لهذه القوات منذ 2003 والقوات الأمريكية، قوات الاحتلال الأمريكي والقوات الحكومية المساندة لها في حينه والسنوات التي تبعتها، كل هذه 17 سنة كلها مليئة ومزدحمة فيها الانتهاكات الجسيمة. كل انتهاك حقيقة يرافق الذي بعده، الذي قبله عفوا، لأنه يعني الأمور تتضاعف وتتكاثر وتتكبر بشكل كبير أمام الجماهير. اليوم الجمهور العراقي، الجماهير العراقية تدفع أثمان باهظة من كرامتها ومن شرفها أمام هذه العصابات والميليشيات التي جاءت تحكم باسم الطائفية وباسم الحزبية. ولكن هذا الموضوع حقيقة هو جزء كما ذكرت، نعم، والحكومة غير معنية باحترام حقوق الإنسان. يعني هناك نقطة مهمة أيضا أستاذ أيمن، في كثير من دول العالم نلاحظ أن عناصر الشرطة أو الأمن على اختلاف مسمياتهم يخشون من أن يقوم المواطنون بالتقاط المشهد بكاميراتهم، التقاط مشهد اعتداء تلك القوات على المواطنين. ما يحصل في العراق هو العكس، هو أن عناصر من الأمن بين مزدوجين يقومون بانتهاك حق من حقوق الإنسان وتعذيبه بهذا الشكل وإهانته بهذا الشكل، ثم يوثقون ذلك ويعرضونه للسوشيال ميديا ولوسائل الإعلام. هل إلى هذا الحد أمنت هذه العناصر العقوبة فأساءت الأدب؟ أخي الكريم، المشكلة في العراق تلخص كالآتي:
الإفلات من العقاب، ثم الإفلات من العقاب، ثم الإفلات من العقاب، فيؤدي إلى المزيد من الإجرام والفساد والفشل. هذا ملخص حقيقة ما يجري في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. لذلك ترى يعني هذه الحادثة حقيقة هي ليست الأولى، ولا أظن مع الأسف أنها ستكون الأخيرة في ظل المعطيات الحالية وفي ظل هذه البيئة القذرة التي جاء منها هؤلاء. لكن مع الأسف الشديد المجتمع الدولي يظل يعني صامتا، والإفلات من العقاب هو سيد الموقف. لذلك تراهم لا يأبهون لشيء، ولا يعني هم ليسوا حتى ليسوا بمستوى إساءة الأدب، هم يعني أبشع من ذلك بكثير. نعم. الأمر لا يوصف كما ذكرت، والمشكلة مركبة والمشكلة متراكمة في العراق. ينبغي استئصال هذه الجماعات الميليشياوية القادمة من هذه البيئة النتنة. نعم. يعني كيف يكون ذلك وأقصى حدود العقاب ضد مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم هو إقالة المسؤول عنهم يعني فقط؟ هذا ما نلاحظه من أداء الحكومات السابقة وحتى في عهد مصطفى الكاظمي، فقط يقيلون الضابط المسؤول وكأن الأمر انتهى. هو هذا أيضا من جملة الإفلات من العقاب حقيقة، لأنه يعني إعفاء الضابط المسؤول عن الجهاز المذكور أو الجهاز المعني، هذا لا يعني شيء. أين العقوبة في ذلك؟ عفوا، اليوم نحن أمام انتهاكات جسيمة تجري وموثقة من قبل الفاعلون المرتكبون، الفاعلين والمرتكبين هم الذين الفاعلون والمرتكبون هم الذين وثقوها بأنفسهم. يعني أين المحاسبة فضلا عن المعاقبة؟ أين المساءلة؟ أين يعني تقديم هؤلاء إلى القضاء؟ المشكلة هنا تأتي من عدم استقلالية القضاء وعدم حياد بالنسبة إليه. والنتيجة الكبيرة التي تحصل في العراق اليوم هو هذه الكوارث التي رأينا مع الأسف الشديد وشهدنا الكثير منها في السابق، ولا أعتقد أيضا أنها ستكون الأخيرة. يعني كثيرا ما نسمع على لسان الحكومة استخدامها لمفهوم الانتهاكات الفردية، وأن هذه الانتهاكات لا تعبر عن الأجهزة الأمنية وعن أدائها تجاه المواطن العراقي. هل الشارع العراقي اليوم مقتنع بهذا التسويغ الذي تقدمه الحكومة؟ أخي الكريم، هذا يعني الحقيقة تلك صفحة سوداء يعني قاتمة من صفحات الحكومات الاحتلال المتعاقبة. أنا يعني عفوا، إن سمعت السؤال بالنسبة للمحافظات المنكوبة ولا ماذا تقصد؟ عفوا. نعم أستاذ. للمحافظة تعاملها في العمليات العسكرية في المحافظات المنكوبة، صح؟ يعني حتى هذه قضية مهمة في الحقيقة، يعني كل ما يجري يعكس سلوك أمني معين تجاه المواطن العراقي، سواء كان في حالات مثل ما جرى مع هذا الفتى القاصر، أو في عمليات عسكرية مثل ما جرى في بعض المدن. بالضبط. يعني هذا أخي الكريم، كنا تتحدث الهيئة كثيرا عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في المحافظات المنكوبة، وكثير من التقارير التي أصدرها قسم حقوق الإنسان، والبيانات الكثيرة التي أصدرتها الأمانة العامة في جميع المسلمين التي توثق هذه الانتهاكات. لكن مع الأسف الشديد، حتى من المنظمات الدولية، حتى من ممثلي المنظمات الدولية الذين نلتقي، كانوا يتعاملون مع هذا الأمر بتقليل الأهمية، لأنهم لم يعتقدوا
يوما من الأيام أنها تصل إلى هكذا تعامل من قبل قوات حكومية نظامية بنظرها، وقوات تم تدريبها وتجهيزها، يعني يشتكون كانوا في نعم بعض الأحيان حتى ببعض الانتهاكات التي جرت، لكن هذه الأيام أبدت لنا وستبدي مع الأسف الشديد الكثير الكثير من المخفي أمام العالم شكرا لك أجمع أستاذ، أستاذ أيمن طبيعة. العاني، شكرا لك مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين.